أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي اهتمامات. سنناقش كيف تحمي المرأة الموريتانية جسدها بالوسائل الصحيحة والناجعة، كيف تحافظ على نفسها في البيوت والمواصلات والشوارع وحتى العمل. سنناقش هذه الأبعاد المختلفة والتي تفرض نفسها في الدول المتقدمة وحتى الدول الحضرية المختلفة. سنناقش هذا الموضوع مع المحامية والأستاذة عائشة السالم بنت المصطفى، أهلا بك، وكذلك الناشطة في المجتمع المدني أنمت محمد، أهلا بك، وأهلا بكم أيضا مشاهدينا الأعزاء في بداية هذا اللقاء الذي نتمنى أن يصف إرشادات علمية وصحيحة وناجعة لهذا الموضوع، ضد الاغتصاب، ضد التحرش، ضد الخطف، وللأمن العام للمرأة بصفة عامة. إذا طبعا لنبدأ بك أنت يا أستاذة. من درا هون احنا نقدر نقولوا بأن كنا مجتمع تقريبا بدوي، غير مجتمع تسيدوا بعض الفضيلة وبعض ما كان فيه الاختطاف ولا فيه الاغتصاب ولا فيه أسر من الأمور. طبعا موضوعنا ما هو بالضبط اقتصابي، غير موضوعنا موضوع حماية المرأة نفسها. كانت تعود تقريبا في خيمة مع أهلها، وكانت تعود تقريبا وحتى في الأرياف كانت تعود البيئة مسالمة سليمة، برك البيئة مختلطة، الأجانب، الانحراف عاد موجود، ياسر من الامور عاد موجود، عاد تفضل المدنيه عاد ينقال لك عاد كيف المدن الكبارات، عندنا كيف المدن الكبارات اللي يخلق فيها الخطف ويخلق فيها كل شيء، ما علم لقاش بس من حاله تحمي المراه نفسها ظل المستجدات اليوم، وشنو هي العقليه اللي تغيرت من بين الامس واليوم؟ اولا شكرا، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم، شكرا للتلفزه على هذه الاستضافه. فيما يتعلق بنا كمجتمع وكنساء، يا الله تميحون أنفسهم، يعني نقول إن إحنا للأسف الشديد كمجتمع موريتاني انتقلنا من مجتمع بدوي إلى مجتمع حضري دون وعي للتغيرات اللي إحنا جايينها، لأن مشينا بعقلية وأخلاقيات البدوي للمدينة، وهذا ما يصح. عقليات الإنسان البدوي ما تصلح للمدينة. دلين نقول احنا كنا في البادية، وكانت الأسرة عندها خيمة وعايشة فيها جميع أفراد الأسرة، ولا جاء ضيف عايش فيها، ولا أي كاملين عايشين فيها. جينا المدينة تختلف كل الاختلاف عن ما هو السائد. مثلا احنا هون تعود واحد مادة عندها دار، يلا تغلق عليها بابها من تترقي، جيت تلحقي مادة لها 11 من الوحدة ما زالت فاتحة دارها، يمشي لقاج من الدار مع الصباح طالع، وتبقى الناس الاخر فيها المروابيج الاخر ما هي طالع، والله ما فاتعه طالع، يخلي الدار مفتوحه عنه. ولذلك نشاهد كثير من السرقات تقع اما القايله وقت القيلوله، والله اما اللي الصباح يبكر حد مول الدار، والله بنيت الدار طالع وتخلي الباب مفتوح. هذه العقليات هي اللي ادت لها، وهو هذا النوع من العنف. نحن هم اللي معنا مناء عن ما هو كاين في جميع انحاء العالم، نحن جزء من العالم، والعالم نظرا للعولمه ونظرا للتغيرات اللي طرات عليه عاد عالم واحد، لا لا يخلق شي فرض ما علمت به الناس كامله. وكذلك اطلاع الناس اللي كاينه في المجتمع الموريتاني على جميع وسائل الاتصال اللي فيها من السلبيات طبعا وغير الايجابيات، هذا كامل ادى بنا ان احنا ما زلنا بدويين، خلي اخر صليب بدوي ماشي في المدينه، بدويين في الحضر، في الحضر ما عندنا عقليات الباديين وسلوكيات وعقليات البيت المفتوح وعقليات المشي اي وقت اي وقت. احنا مثلا في البيت المفتوح، لان اعطيك مثال، احنا في اسره بايتين عندها اربع رجال، والله خمسه قليل تعرفهم، لا صاحبي فلان يا وني جاء انا بايت معنا البارح، هذا صاحبي فلان من تعرفي ايش تعرفي ايش تعرفي لعقليته، ايش تعرفي التصرفات، ايش تعرفي الاخلاق، وتبيتي عندك دار فيها شاشه وفيها طافيلات وفيها عليات يقوم باي تصرف، وكثير من الحالات نتيجه للتسيب له، نتيجه على اللي جاي يدخل واللي جاي وتوف دار لا بدي شارع ديار موريتانيا لا شارع مفتوح اللي كامل يبغي يوخر ويدخل يما. اذا الخيمه عاد من الخيمه عاد من السيوان مفتوحه، عقليات مفتوحه، عقليات مفتوحه. انا شنو رايك في الموضوع؟ قالت رحت، احنا فعلا انتقلنا من مجتمع كان بادية فتح وانتقلنا بصورة شبه بمدى، وحد الآن تجبري الحياة
الحمد لله نحن عاد بين الناس الواعيه واللي مثقفه، لكن فكر البدوي ما زال لحد الان متلازم معه، فهمت؟ ما زال ملازم. فهم عدنا متاثرين بالعولمه والتطور اللي خلق، لكن فهم تاثير بها سلبي. نحن عندنا كيف قالت نقبل منها الايجابي، ونحن ياسر من يقبل منها اللي السلبي وتأثر بها السلبي، والجريمة عاد منتشرة وعاد تتطور يوميا، وبالتالي ما دمنا ما خلق فم واعي بالحياة اليومية المعاصرة لو تم فماتيها انتشار الجريمة وعقليات تغيير عقليات ووعي لدى المجتمع خاصة لدى النساء. زين، وطبعا هذا نفس الموضوع نفس قصة بنأخذ الموضوع اللي شاطرنا فيه الرأي محمد سلام. محمد سلام يقول أولا تتعلم ما لها وما عليها، ثانيا تلتزم بالشرع، ثالثا ستر العورة والابتعاد عن كافة الشبهات وخاصة الخلوة مع الأجانب إلا في إطار الشرع. طبعا هذه الخلوة والله هي اللي تحمي البيت من دخلاء البيت. إحنا هم مازلنا لا بدخلاء البيت وتوقع الجريمة أي وقت، ولا توقع الاختطاف ولا الاغتصاب أي وقت، ولا أي من نوع من أنواع الأمور. طبعا وردتني طبعا مشاركات كثيرة جدا على الموضوع عندما أعلنت عن الموضوع، ولكن كانت هذه المشاركات كاملة تحث على المرأة أنها يالتها هي اللي تستر، وهي اللي تقعد، وهي اللي تطير راسها العافية، وتعود كان المسؤولية كاملة هي مسؤولية المرأة بصفة عامة. كما يقول بوها نوني يقول على العموم شكرا مرة الموضوع الشيق للغاية، لأن الضحية هي أمنا وأختنا وبنتنا باختصار شديد وحسب اجتهادي. عندما تقوم السنة بالمحافظة على طريقة اللباس كما قال، بمعنى أن ترتدي المرأة لباسا ساتر لجسدها، نفس الموضوع أنها يلا ترتدي لباس ساتر، وأنها يلا تحرق حتى واحدة يكتبوا لي هون يلا ما تحرق من بيتها حتى إلى قبرها. وحدات هون بعض المرأة عاد كاملة يلا تحملي المرأة جزء كبير المسؤولية، بينما المسؤولية هون يلا يتحملها العقلية العامة، العقلية العامة المجتمع وعقلية المرأة أيضا، لأن صحيح. العقلية العامة اللي نتكلم هون على أخبار المواصلات، أخبار شهدت اختطاف بعض السيارات طبعا، وغلب عليك محاولة ذلك يغلب عليك ذيك المشكلة بنعات محت مسبقة الوتات ياكسين فرز مبين تاكسي ونقول للتاكسي غير سابق ندخلوا قاع في التاكسيات والاختطاف اللي يخلق في التاكسيات والبليدات اللي ميالا وتخل منهم في التاكسيات والأمر العام اللي يلا يخلق في تاكسي المرأة ونرشدوها فيه، لأن نتكلموا عن أركوب هي العادي الوتات. كل مرة الرجل الموريتاني معروف أصلا بشهامته وبكرم أخلاقه، دائما على مرة هذا الرواية معروفة اللي يجبر عليها في الشارع اللي يرفدهم يخطيهم شورى بليده خايف عليه من الشمس، ويعود مستاجر فيهم ويعود ياسر من الشيء قليل السداجة هون عاد 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 ارتكبت فيها أخطاء أيضا. يقال بعد على العموم كانت بداعي الكرم وبداعي الشهامة أن يرفد هون السداجة المرأة الموريتانية اللي شاف التركة معه، من ذلك كان هو السبب لوجود الحالات الاختطاف اللي خلقت. أنا ما القصد مثلا من المتدخلين، أنا مثلا المرأة عندها مهمة اللي تعدلها، خليني من العليات اللي مشات اللي يسدوا والله عليات مشات اللي يعدلوا شيء خارج الطريق أنا ما نتكلم عنه. أنا نتكلم عن الإنسان الطبيعي، مرأة قايسة مثلا لها نعطي مثل يقعد واضح، مرأة قايسة عيادة عندها ميعاد مع طبيب، هذه المرأة نقدر نقول لها لا تدواء، ما نقدر نقول المرأة لا تدواء، هذا الأخبار مشيتوا منها ما يلا تأخذ يلا تحرق منها يلا تشتروا يلا تعدلوا يلا. العيات اللي العينات اللي تم الاعتداء عليهم، واحدة منهم ناشا فصيلة رحم قايسة أختها مقيلة معاها، قولوا لا العيات لا تدقسوا أخواتكم، لا ما منطقي، معناها أنه معناها عن تقييد هذا يغير نقولوا الحذر، أن نقيدوا ما نقولوا لا تحرك إذا ما هو خالق يغير نقولوا الحذري. مثلا في عليات اللي تمشي واحدة منهم كانت في السوق والله في بليدة وتعود ماشية أي راجل وقف له تجي راكبة معاه، هذا خطر. أنت من تعرفيه قد شفتيه جارك قريبك شنو معناها يعني، مو كل رجال يلا نركب معاه، تتصل هنا نركب نعرف اللي نركب معاه شنو، غير الناس نتيجة قلة المواصلات والله نتيجة العجلة لا تفتح واحد الدفة وتقول جي منين قايس غير قايس شنو يلا تعرف اللي تركب معاه منين قايس فيري على طريق والله ما فيري عنه شنو تتكلمي معه ولا تاكسي ما لا يغلبك ولا تاكسي تشرحي له والله يقول لك هو منين قايس ما هو لا انسان هاي لا تفك نمر ومل والاخلاق الحميده يعني تعود فيها خطورة فيها خطورة
تلتعطوا ما ثلاث مرات تركب مع راجل ياكي انه يخطيه هون والله يخطيه له. هو المهم الوعر قالوا البيضان انه النتيجه اكيد. ترى شنو نتيجه ركوبكم على راجل صاحب المروءه اللي يعقب يعود صاحب جريمه في انك قاعد قوطع لك رعي اكيد. اذا من عز تركوب قاع عليه انحنى يجيني تكس والله بيش نعطيه 50 يا غير. هو يقول عن كل انسان يقدر يتكلم على الوضعيه اللي فيه. نحن هون لا يتكلم عن وضعيته اغلب المجتمع الموريتاني. اغلبيه المجتمع الموريتاني هو مجتمع فقير. ثلثي قطعا السكان ما خالقين، ثلثي العلايات قطعا ما عندهم متات. غير نكون يعني نقعد هون في الاستديو ونقول لهم ولا تتركبوا. غير يلا نقول لهم كيف تركبوا. وقتاش تركبي التكس؟ انت تركبي التكس؟ في منين تركبي التكس؟ يا مرة ما شنو بدي الضويق الضويق شو الدور؟ انت نقيس بلي دار نمشي للشارع ونوقف عليه اللي هنا جبر تقصي نركب. انت نركب انا عرض اللي نركب معاه. شوف بعد قاع نوعية الوتر مع عند الاختطافات اللي تمت اغلبها تمت فتات مهترئة لا تشاف تقصيات مريتها ما هي فتات زين. وكل واحدة ركبتها شاك عنها لا ركبت تقصي معناها عن اولا يجب بعد قاع اولا وجود تقصيات خاص يمشي ينقل تقصيات لان تقصي تعني الحماية. مرة في أي دولة من دول العالم؟ في أي دولة قطعنا؟ أنا مرة ركبت تقصي تعملين في الحماية. قال إحنا هون خلبطت التقصيات فينا وعدم خلبطت إنه خلبطت بين تقصي وبيرسونال وإذا كامل خلط. هو أنت من دار تي تعرفين مع واحد يقول كان مولي تقصي. لا يقول لك أنا لا مولي تقصي وش لا يقول لك لا يقول لك أنا مولي وتي. تعود عنده نية سيئة لا يقول لك أنا مولي تقصي طبعا. غير أنت ما تعرف باش تميز تقصي بالتالي يجب أن نكون قادرين على تمييز تقصي من وتي شخصي. هذا أولا بعد كذا. راهو عقب ذاك ندار الملام على العليات والله ما تندار عليه. زين انا سمعوا رايي انا في الموضوع انا نختار شوي نعلق على الاخ اللي قال عن لبس المراه هذا شفتي هو الاعتداء على المراه فعلا عنها يعني تعتد غير لبسها ما احنا رايناهم متحجبات ومعتدى عليهم فهمتي بالتالي اذا ما عنده قاعده هو انتشر تطور جريمه فهمتي ولا عنده لبس خاص به ولا عنده تعرضوا للتحرش كاملات ويتعرضوا للاغتصاب ويتعرضوا للسرقه والنهب والحوص باطل في الشوارع وفي الاماكن العموميه وفي باتيقهم ولا عنها ماشيه عن دارها نحن نجبروهم وحدات قاعدات في ديارهم اعتدى عليهم من قر ديارها ومن قر السوق وعلى في تاكسي تاكسي فعلا كي قالت الاخت لا بد لها من تعود في ماتيها التمييز بين سياره الاجره والسياره الخصوصيه والتمييز اللي مثلا في صباغتها هذا ما هو مميزها لان اي سياره تجرى ما هي مرقمه معروفه صباغه والترقيم صاحبها ترقيم صاحبها صحيح وتعود مولي اللي نقاط ايقاف توقيف خط الوتر الفلانيه الوقت المعين ترقيم طبعا ترقيم تابع المنطقه فهمتي وبالتالي وفم مولي نختار نوصل العليات على والله المص كاع الناس بسرعه عامه بين الجريمه قاعات منتشره بسرعه عامه فم اجراءات امنيه تفادي الحركة في بعض من الأوقات كي الأوقات متأخرة من الليل لا للضرورة يعود معها رقاش فهمتي وفم اللي تفادي حمل هذه الصكات الكبار اللي تعود واحدة رافدة الصك وهي عاد رافدة وتغري بذاك الصك يعود حد شاك عنه فيه باقي ويرفض حوصها ويمشي بها فهمتي هذا معناها عن اللبس ما من عنده شيء ولا من عندك عادة هي بدارها ولا مشيها من عنده وظروف مولي الوضعية عاد فيها الحمد لله المجتمع ما تسمح بقعد المرأة اللي عاد تقرا وهي تشتغل وهي قاع احنا نجبرهم عائلة أسرة بعد عندها شنو تركها فرع عليها تعود عائلة عليهم وفرع عليها تمشي فهمتي الوضعية طبعا هذا قاعد لا تحركي ما هي منطقية ما هي منطقية ولا أسلوب منطقي غير باسم الحالة يلا تحرك السؤال هو باسم الحالة يلا تحرك ولا توخر يلا تخلى هي عن السذاجة التقليدية انها تمشي في الليل ذاك يلا يتخلى عن المجتمع بسرعة عامة مشوا في الليل دائما شفتي ذيك السذاجة يلا يتخلى عنها المجتمع بسرعة عامة ما هي الا المرأة واحد هي المرأة لا جزء من المجتمع فهمتي وما دام المجتمع ما تخلى عن العقليات السذاجة اللي كانت عنده ونظرة الرجل عن المرأة لا سلعة الا مجرد توخذ المرأة تقعد الا كيف ذئاب مطلص عليه هذه ما دامت ما تغيرت العقليه ونعرف عن المراه تقدر تخاف اي وقت من الاوقات اللي سامحه لها بها ظرفيه وتعدل همها وفرضت عليها ظروف ما عادت لا بدالها من تعود ماشيه سلعه للرجال وعود يخرصوا كاملين وعود مخرص لها الا عنها حد خرص لا كلهم خرصوا تو الحاله اللي قدينا لها بها فهمتي هذا النوع من العقليات ما دام ما تغير في المجتمع
دورته من المرأة اللي أنت عرضها لنا من الإشكال، وخاصة أنها هي منين تعود منين نجبر الضحايا، تعود هي ضحية مرتين، ضحية للمجرم اللي عدل هذه الجريمة، وضحية لنظرة المجتمع لها. وبعدها لا يعود من طبعا طبعا نظرة للأسف الشديد عن المجتمع المرتين، طبعا معروفة نظرة نمطية مسبقا. نفس الشيء اللي كنت كنا نقولوا ذاك ردوا عليه، نفس الشيء محمود سيدي عبد الله يقول جعلها ضحية الذي في قلبه مرض من عدم الحجاب، أيضا يقولون من عندهم الحجاب. وانا ذكرت ان المراه قد تعرضت تقريبا شبه خانق، والله شبه قبض لها رجاج سكين والله شيء، وقالت انها كاع ما ميزها ويا ما ميزتو ما عرفت شنو، واخذون بديه واخذون بديه، قالت انها كردها رجاج ما عرف قاع ما تعرف هي شنو، كانها عزوز كانها صغيره كانها مسطيه. وهذا طبعا حدد ان المجرم انه ضحيته قاع قد ما ينتقاها ما ينتقاها ولا يلود لها، المهم عنده هيئة تمر روح الجريمه وتوب. انا ماني فاهمه، اسمحوا لي المقاطعه، انا ماني فاهمه عودان المجتمع الموريتاني يبرر للجاني جريمته ويقيل لهم على الضحيه. انا ماني فاهمته صحيح، عوضا عن نقوله هو مجرم ويا الله ويا الله المجرمين يعدل لهم ويا الله كذا ويا الله الرجاله، والخطاب الشرعي موجه للمراه الرجل والمراه ما هو وجه للمراه رد بسرعه رد بسرعه معنا لك المجتمع نقوله لا انت هنا هو خليه يعني يستدر ويعدل اللي يبغى، هذا ما منطقي. هذا عون على على هذا عون على الفاحشه، هو ان نقول الراجل انت عدل تبغي وانت قعدي هو طبيعي. غريبة. وبيدخلنا احنا الجزء من الموضوع تعرضها تعرضها للاعتداء ولا تعرضها للمشاكل، جزء منه كبير التحرش اللي يخلق، التحرش اللفظي والتحرش ايضا البدني. التحرش اللفظي والبدني الغريب انه نحن هون نسمحوا به للرجل. طبعا. نسمحوا بيقول كلمة. نسمحوا بيقول نسمحوا بيقول ايضا بيمارسوا ايضا في الاسواق بالناس العمومية وتضحك الناس تشوفوا عادي راجل يتكلم المرأة، بينما في العالم الاخر يقول الرجل كلمة المرأة لا يقتل ذاك الوقت يبتط ذاك الوقت يقتل، ما سمحوا المجتمع بيقول له بصوت كلمة وهي محمية منه، واحنا العكس خبار قاع. شو وقفك في الشارع؟ عود له الدار اللوم وش وخوك هي؟ وش وخوك؟ هو داخل قاعد بصرة بسيطة من اللي تقولي فلان فلان قال كلمة يشيل الحمد لله مولانا راجل معناها عن قيمته كراجل لا يتنعطاله والله يعود عنده قيمة كراجل لا إلا عاد يقول يتحرش من درات عاد فاصل ما شاء الله العليا زين زين ما شاء الله. وانت اللي طبعا قانونية ومحامية من درا كان هون التحرش اللفظي كان قد حد يرفع قضية على حد على سبب التحرش اللفظي؟ لا ابدا موريتان. انا اللي نقول عن الاعتداء كاعتداء متعلق بالمرأة كاعتداء جنس ما في اي له قانون ابدا، فيه إشارة له في القانون الجنائي الموريتاني المادة 209 للأسف الشديد ما عرفوا ولا حدد أنواع ولا حد ولا ميز ولا حدد عقوبات ولا أي شيء من هذا القبيل، ولا نقول عن فيه مسودة مشروع قيمة بها من قبل المنظمات مجتمع مدني من أجل حماية المرأة ضد الاعتداءات والأطفال، وهذه مسودة المشروع سلمت حتى الأعلى رأس في الدولة ورئيس الجمهورية، وحتى الآن وبمناسبة قضية بانداك نهار سلمناه للوالي وحتى الآن لم يتم رد عليه. حتى هذه اللحظة اللي أنا قاعدة فيها هنا معناهاش معناها عن دون حماية المعتدى عليهم والله الضحايا قانونيا به اللي مثلا احنا نعطيك مثال معناها قاعدة قلت لك أنا التحرش اللفظي قاع معناها أنه ما هو قاعد قلت يلا يلا واحدة قاع ما شاء الله قالها واحد كلمة الأطفال ذاك النهار مرتاحة العقلية هي الكارثة العقلية هي الكارثة المرأة أيضا تتقبل عيات كلمة قالها من أي وكل من هب ودب هو قاعد تعود ميزة له إن شاء الله فتبارك الله عادي فاصل عليه إيوه عادي فاصل عليه يا رب نحن يالطنا نفهمه عن المدخل للجريمة حيث هي بدايتها الأكلة لاني يحرم الكلام الاباحي والله يحرم الكلام الزلمه معناها قاع لو خرقع ما معناها كلمه قالوا الناس عنها جر السلم وسلم تجر الشوخه معناها عن سمحي لي هما اعتداوا عليهم ما تكلموا لهم قبل ذاك عنا اللي في خص الجرائم رحنا نتكلم عن التحرش اللفظي والتحرش البدني ايضا لا شفتي التحرش ولا يعني جريمه وقع يعود علنا ويعود جهارنا سمحي لي مريم شفتي التحرش يا عيا خلق لا تعود وحده واخذه ما قط شافت رجل قط شاف واخذه من حداه طبعا ما بطاين وقعد مريم عند فيها جريمه يقال لا انه هو من راسه يعتبر من اللي الله يعوده جريمه ويلا ينحد منه لا ما دام هو ما تغيرت عقليته وعرف عن ذي جريمه واعتداء بنفسه عرف نفسه المراه تقعد اختك تقعد امك تقعد اختك تقعد امك تقعد تطرح محل والله اخوه والله زميل وعاقب على ذي الفعل العدل
يدور يقول عن ليت من لا مستبعد. وانا الغريب عندك يمه قلت لك ان العالم كامل يبتطوا رجال حد تحرش كامله في العالم العربي ولا يبتطوا مباشره قال كلمه المراه تقول لنا عيال تسوق عليه تقول قال لي كلمه يبتطوا مباشره بينما احنا واحنا زين عنده يتبسمون اخذ الرجال اصحابه يتبسمون تلقاين قاعد شفتي في العالم الاخر انا اشوف منين تعود واحده اخرى يعتد عليها راجل ولو بكلمه واحده وتعيط على المارة يتحموا عليه وتروض نحن هنا تعمل يقولها لا تشكي تقول لها راجل كلهم يخرصها تلقائيا لا شيء ما يعرف انا قاعد تلقائيا يقول لها السبب ولا انت لا انا كشخص كيف تاشرت عليه تاشر وتعدي الظالمه علاش مرق تحفروا علاش مرق علاش مرق هي كاين والله لا تعود واحده ما يتحفر والله اللي نعرفهم حالات جاونا كهله قاعده 70 سنه تحوشه عندها 70 سنه تحاني ولدها ما صولها يجي معدلها الغده اعتدى عليه شابين اعتدوا عليه هاي متحفله هاي زينه زي ما قد خلق عليهم شبان يوم 70 سنة ليه قاعد عارف الرجال قاعد ما عنده من مولد هذا معناها أنا لين ندلوها في إطار معين محدد معناها أنا لين نظلم المرأة غير ليه نقولوا هي ظاهرة منتشرة يجب على المجتمع الموريتاني كامل برجال توب عليها تعمل ينبذها ويحاول يغيرها ولا أنت يقدر ما يتغير ما دام ما تغيرت عقلية المجتمع كنا نناقش وتشاطنا الرأي فيه هدى حسنة هدى حسنة تقول السبب هو عدم عقاب أولئك الأشخاص الذين يقومون بهذه الجريمة والتستر كذلك على المجتمع على هذه الظاهرة التي هي بالفعل موجودة في كل المجتمعات لكنها داخلة طبعا هذا موافقة أنها داخلة للمجتمع الموريتاني وطبعا احنا هون كما قلت هي كارثة أن القانون ما مفعل طبعا هو ما هو ما هو القانون الجنائي الموريتاني ما فيه نص يحدد شنو هو الاغتصاب ولا شنو ولا العنف ولا يميزوا فهمتي ولا يميزوا لا يعطي انواع ولا يعطي العقوبات المعدده هذا من ناحيه هي هذا هو القانون شنو هو هي ماده ما عندها قانون يحمي معناها انه يتم انتشار لان منين حالات الاغتصاب حالات الاغتصاب اللي ستنطرح للمحكمه ايش يعدل فيها؟ طبعا يعني لا لا هي مجرمه في القانون الجنائي الاغتصاب مجرم في القانون الجنائي انت عن كلمه التحديد انا عيني عليه التحرش عيني التحرش انا عيني عليه المحاوله انا عيني عليه كامل ما في ما دام ما خلق الاغتصاب اذا الجريمه ما تقعد ما خلقت تقعد تعتبر جريمه هي داع شفتي لا هي وسائل الاثبات هذا قاعد يدخلنا في روايات اخرى اكبر من وسائل الاثبات ما هي خالقه احنا ما عندنا لا دين ما هو عندنا نحن يقد واحد يغتصب واحد لو ان هذا الناس اللي اغتصبوا السيده اللي قالها باندا ما انجبروا كان قد يعود ما فات اجبار لها ورقه ما في موسيله نثبت بها عن من قام بهذا الفعل نحن مثلا نعطيك مثال بسيط توضح لك الصوره لو ان جاتنا طفله عندها 9 ولا 10 سنوات وقالت انا اغتصبني فلان ذوك وجا هو وجا محامي وقال له لا تقول انا قاعد شفت هذا الراجل باش نقدر نكرر ما عاد باش ما اجبر ادله وشهود على الرغم من وجود لها على الرغم اللي انا اعطى لها فحص عانها يلوث فيها السبيرمو الحيوانات المنويه واثبتنا ان فيها حيوانات منويه هي غير هذه الحيوانات اللي تعود لمن؟ الجاني ينكر مباشره ما يقدر ينكر مباشره يحدد لو ان عندنا وسيله لاثبات ان هذا الحيوان المنوي يعود لهذا الجاني ما اعتقد عندنا مشكله يا غير لين ينكر احنا شري ما عندنا الا نقول واحد فهمتي يكون اللي اكرد متلبس وذيك حالات نادر قالوا لا يمشي يوقف يعدل اغتصاب هو ياك تعلم به الناس ما خرج حد يعدل يعدل في الخفاء والانكار هو هو اللي يعود النهايه وتبقى هي قاعده الى عاد بالغه قاع قال انت اعترفتي بالزنا وتمي ماشي قيس الحبس لين حبسه فعلا ولا فم اللي ما تمييز بين الزنا ولا هو اللي عاد القاصر اللي القاصر رضا القاصر لا يعتد به ثم يعود ذاك فاحد معنى ان هذه هي المشكله هي الكارثه زين هون ان الله اكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا يعني يلا تخرص ولا تقصي شنو هي درجة عدد العمل فعلا فم شفتي الطريقة عم تتحكم فيها احيانا نتحكم فيه احنا عندنا طريق سكوك وخلوه وعندنا طريق البحر وعندنا طريقات كالبليده شفتي طريق سكوك ساعة الواحدة تركب لوته ما تات متحكمة فيها اي خالد شوفير بدل ما يبقى يعني تقدر توجهه قد يمشي غير ما قادر وفيش وبحالته هو مجرم وناوي للجريمة لا يمشي وخلوه عن طريق اللي بقى بلد منين بقى فهمتي فم فعلا من يا الله المرأة تعود متوخي جميع الحذر في اختيارها لوسيلة النقل حيث هي اللي لا تركب يالتها تعود للناحية الأمنية تعود قاعدة وراء الشوفير فهمتي لياك بعض على الأقل تعود قد تقاوم فهمتي فم وسائلات الحمد لله موجودة في العالم الآخر لأن احنا قاعد ما معنى ليها وضعيتها هي الوضعية ذلوتها انها تنتقى السيارة تنتقى السيارة وتنتقى الركاب راه هي سيارة الركاب ما هي عبارة عن شيء لان احنا نجبروه ونجبر واحدة راكبة فيها مرة تزرق عينها على الركاب تعرف كان هم ما اصحاب والله ما من جنس لا سيارة وراه هي لك تعية تركب واحدة تاكسي تاكل على عنها فيها مرة بن فيها مرة وايضا جريمة اخرى ركبت مع واحد وحده وعقب وقف منطقة معينة يا غير انا قاعد نقول لهم اي مرة اللي تركب تكس مرة بعد ما هي امية مع الارقام قاعد هو ينحفظ باستعمال تليفونه اول شيء خطوة يلا تقوم بها مرة انها ما تركب هي سيارة مرقمة ترقيم طبيعي ثاني مسألة انه هذا الرقم يجب ان تحفظه لا عاد تكتب بداية كنا تكتب بداية سبب تطلع ود زين فكرة زين هذه واحدة المسألة الثانية اني نازل هنا اركب معه نعرف منين جايز وهو منه وكان تقصي بعد قال الله ما يتقصي وخالقين المسائل يلا العليات يعرفوها احنا ما دمنا في هجمة يجب ان نحمر وصل هذه الهجمة اللي هي السائدة وعاد هي الخالق يلا تنحمر باش نحمر وصل خالق شي ماشي ما هي ضروري ما نمشي حد جايز الطب هذا مشي ضروري حد جايز عمل هاي مشي ضروري يا غير لا واحدة ماشية أنا تطلع مع واحدة في بوتيك ساعة إياك تقعد معاها نتيجة عليها نتعود نتيجة عليا لله نغتصب ما نحرق قاع شوارع معناها خالق ياسر بمشي ما هو ضروري ما يلا العيال تقوم به أنا يعود قايس أعمل اللي مشي طبيعي بيدي هذا لا ينكسر من قوتي وقوت تركتي والأسرة اللي أنا مسؤولة عنها والله ما اللي ماشية لابد لأن ماشية لأن نعدل صلة رحم نحاول نعدلها في النهار غير نحن عندنا مشكلة ما اللي شوي في العيالات إنه قاع مشي النهار حتى ما هو غالي عليهم. إيه ونحن هون تكلمنا ياسر عن العيالات غير خالقة فيها ما هش ما تكلمنا وهي الأطفال. هذا شاشرة تجيب حمايته. مرة عندها تركة ما يلا تخليهم في دارها مع أحد ما تعرفه. والله حتى لا عاد تعرفه.
نحن كم جانا من 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 زين المحارم، كم من اخويا اغتصبته، كم من عم خال والعم والعمه، كم الاف. معناهاش معناها ان حتى داخل الاسره تجب حمايتنا من هذا العنف. شاشر ما اللي خلوه مع الانسان، ما يلا يخلوه في الدار وحدهم، تجبري عليها تقفلوا تقفل وحده دارها وتوخض تماشي تسوي لها ان شاء الله قافله عليهم. هذا الترك اللي قافله عليهم، وراني نقول هم اللي هون ونأكد عن الاعتدالات على النساء ولا على الطافيلات الصغيرات وهذا. عن في 2011 احنا استقبلنا في المركز 12 حاله تلويط. إلين الصقاع عن تنجيب الحال للسنوات السابقة دور خلعوا، معناها عن غير حق هو الاعتداء على البنت في أي مجتمعات الإسلامية العربية، ما هو في الاعتداء على الذكر. نتيجة ليش؟ ما هو نتيجة أنه هي طفلة وطفل، لأن الآثار النفسية هي نفسها. غير خالك شين قالوا الآثار الاجتماعية والمجتمعية ما هي نفسها، لأن الطفلة في حالة اغتصابها فقدت عنصر أساسي من تكون هي كامرأة. هذه واحدة. المسألة الثانية قد ينتج عنه حمل، وهذا الطفل لا يعود ضحية ويعود معرة، وبالتالي اغتصاب اغتصاب الطفل مباشرة عود مولاه عنده أثر نفسي، عود مولاه عنده عود مشروع، هو من راسه مشروع، مشروع هو مشروع أثبته صحيح، أثبته أنه عود مشروع غير أثره، تحمي معان حمايته مستقبله، حمايته حياته، حمايته حياته، حمايته من يتعقد، حمايته من يمرض، حمايته هو الأمراض، ينقل الأمراض. معناها عن الحماية، إذا الحماية ما في الخارج، الحماية لا تبدو في الداخل أيضا. زين إذا طبعا عندي سيدي يقول الأخت مريم أرى أن للمرأة دور كبير في تحمل المسؤولية، وذلك نتج عن كتمان الجرائم من اغتصاب وتحرش إلى آخر ذلك. هذه أخبار كتمان في مجتمع لأنها مشيات الهياسرين حتى. نختار هون نتكلم عن نقطة مهمة جدا، وهي نقطة عقاب الجاني. من دار كان الحبس كافي؟ حد دمر حياة حد، والله دمر مستقبل حد، والله ده هو عدل الشر يعود شاد مستقبلا. درك العقاب بعد قاع كافي من راسه. أهم منظمات عالمية والله زاد هم اللي في العالم تدعي بن مباشرة المغتصب إنه يلط مباشرة الإعدام، مباشرة يعود برا. شنو رأيك في الموضوع؟ بالنسبة لي الإعدام يجب أن نحد مفاهيم الكلمات اللي هي الإعدام. لا، الإعدام هو حد اغتصب شرف مرأة ونتج عنه طفل. إذا قاعد أنا ما الإعدام قاعد ما نعرف بس محيلة تكفي. هذا فاصل للعليات، هذا فاصل للعليات. تحسي بالمرارة على نقص الموضوع، هم محاسة بمرارة والله. إحنا معناها شيء غير، إحنا قاعد ما مشي، إحنا قاعد لا مجرد، إحنا اللي نعاقبه على أبسط شيء. وطلق فات من درك كان طفلة مغتصبة، يا الله تعود عقابها كعقاب. ما ظهر اللي تكفي لها الإعدام، ما ظهر اللي يكفي لها. أنت يا رجاج باب طفلة، أنا اللي نعطيك حالة خالقة طفلة عندها 6 سنوات، فطلت أمها مريضة ما ضعضاء، فطلت لي جداتها أنها تظلع. أتنت إذا هي عندها التهاب في مكان واضح. أنت هذه الطفلة لأن مغتصبة عنده 56 سنة، درى شين هي العقوبة لتكفي للرجل؟ ما تكفيرش. لا 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 أنا بعد التكفير اللي أبغط الميس وتميت نقطع عطشات شيء من فرعك. ما تعيش في قليل والله الحق، والله ما نعرف ما ظهر لي الطفلة مغتصبة قد ايش فيها شيء، ما يظهر لي، ما يظهر لي نهائيا. اذا طبعا يقول شنقيطي حتى النخاع يقول كيف ترى المرأة لا يتحرش بها وهي كاسية عارية ومتبرجة، لان هذه هي المشكلة. انا قاعد احنا ما مع المرأة تمشي كاسية عارية، لان المرأة تمشي متبرجة غير بعد مولي ما يلطق نهائيا، غير ما يسبب ما يسبب هي ما تعود يبرر تخلي عقابلها مولي انا في بلاد اخرى غير ما يلطق التبع ما يعود عقابلها جريمة ضدها ولا جريمة. معناها انا اي امرأة مشات عارية كاسية جريمة نعيطوا لها لمدة تغتصب. هذا واضح، هذا هي الحقيقة. يقول تقول السارك مختار تقول لا تحملوا البنت المسؤولية إن السبب هو انحراف الشباب. مرأة يلا تعود شوي حاسة بأن أيضا مالي أحمد الشيخ نفس الشيء، عدم التبرج هو الدواء الوحيد. دمان الله ما هو ماله لأنه دواء، والدليل الأسباب اغتصاب سيدة في 70 هي أمراض في أيضا المحاولة، أنا محاولة الاغتصاب دكتورة مرة هي أيضا من الاغتصاب ونفس الأثار النفسية. أنا أرى أن شفتي هذا الإجرام اللي كيفته، أنا أرى أنه بعد قاع مرض، لأن ذا اللي عدل الجريمة هو من نفسه مريض. طبعا هو مريض ما دام ما عالج اجتماعيا وعالج جميع الوسائل، دور تمن لا موجود، ولا هو المرأة المتبرجة ولا هو ذيك الساترة ولو الطفل ولو ترك الطفلة هذا السياني فيه، ولا هو عن هذيك اللي متبرجة لاقين عليها اللوم،
ايوه حتى انا قاعد العب اذا ما يسمح بعد معناها تمارس هو طبيعي عندهم سبع سنوات يقول ضد التالي نفس الشيء ضد قطعا اكيد هذا مردود عليه اختي العزيزه اولا ضدهم التالي يقول اختي العزيزه اولا شكرا على طرح هذا الموضوع المهم للنقاش اذا هي ظاهره التحرش والاغتصاب ظاهره خطيره وداخله على مجتمعنا والذي نقوم بها هم اقرب الى الحيوانات منهم الى البشر وفي اعتقادي انه لا يمكن القضاء على هذه الظاهره الا بتطبيق القانون بشده على من سولت له نفس الاماره بالسوء اقدام على طبعا العقاب لابد من العقاب هم اللي يعود عبره وعود عقاب اللي ما هو سيبه عقاب يعود ايضا مطروح له اعلاميا شيء ومعروفه حالته معروفه حالته شنو لان هذه المشكله مشكله كبيره جدا شفتي هذا هون يعني احنا تكلمنا عن الوسائل الناجعه والله زاد مملي الوصل وسائل تحول دون التحرش دون الاغتصاب دون الخطف دون اي مرض كيف تقبل الاثار الجانبيه للمحاوله الاغتصابيه لا كيف اثار الاغتصاب لا تعود نفس الشيء يعني اللي تعرض للنوع لا يخلع عمره فر ولا يتعقد ولا يخرب له ياسر من الاثار النفسيه يقير هون المراه هون لين تخرصون نماذج في العالم الاخر هون كنت نختار نطرح سؤال على بعض استطلاع الراي نختار نطرح سؤال على السيدات عنهم كانوا يلا يتعلموا فنون القتال دافعوا عن روسهم كانهم يلا يعودوا كان يلا نقدر نوصلوا له شنو رايكم في القتال تبغوا تفتحوا عندنا تقرير؟ شنو رايك؟ ما هي تفتح عليك نار جهنم من تدعي الفنون القتال تعود وقع كانك كيف العالم الاخر هم دعوه للشابات انهم يتعلموا فنون القتال ويتعلموا الكاراتيه ويقعدوا يحموا نفسهم على الاقل جسديا انا بعد بالنسبه لي انا ظالمه شنو رايك في نظريه الموضوع ان يلا حد يعدل فنون القتال يحمي راسه من اي شيء اي تحرش حتى لو يخلق يعني ما هو الناس الاخرين بالطبع وقع ما هو الا التحرش انت هي تعود ربه بيت قاعده مع ترك تدخل عليها لص هو طبعا هو ده كامل هي ما دامت هي ما عندها مقدره لحمايه نفسها تم دائما عرضه لها شنو رايك في تعلمها ايضا تعلمها فنون القتال لا ينقال بعد انك ما تنسوي اول يعني ما تنسوي حضاره لا ما تربي شيء تنسوي حضارك بعيد من تعلم العليا فاك فنون القتال انا بعد ظالمين عن قاع خالقه وسيل بتعود اللي طبعا وسيل شنو رايك في باط فنون القتال؟ انا بعد فنون القتال ما بغيت العيال تتعلم شنو رايكم في البخاخ فما شفتي ذاك وسائل بديله للمراه اللي ما تبقى كي قالت الاخت تمارس الرياضه تستطلع على الراي في احدى الدول العربيه قالوا انهم يختاروا يعرفوا حقيبه ذيك الفتاه ذيك الدوله ايش فيها؟ ايش فيها؟ تحقيق قدرتي تحقيق افتح ذاك عادوا كامله لان خرصوا ذاك اللي نقرب اللي هو اساسا فيه البخاخ لحمايتها حمايه من يهاجم حمايتها حتى انا لا ما قدرت قانونيا يا الله يعود الدفاع عن نفسه يا الله يعود قانونيا يا الله يعود مرخص لعله يستخدم ايضا يستخدم المجرم واحيانا يستخدم المجرم طبعا يلا يعود هون ما رخيص الترخيص ما عندنا قاع ترخيص هو اللي ياكل واحده ترفد معاهم ميس صغير موس صعب لا لا سلاحك لا شفتي موس صغير شفتي مره ترفد معاه بخاخ يلا يعود عندها على الاقل هي قاع شيء صعب عليها انها تحمي راسها من المجرمين حمايه ذيك يعني تفوت حتى المراه فيها دخلت مع راجل معركه صعب عليها انها سابق المعركه ابان المعركه وهم مؤشرات فعلا هم طريق تفطن طريق ما هو واضح طريق ولا طريق مسلم طريق كلام ولا طريق هم عامل الروايه ويعدلوها خالقه حلقه جاتنا قالت عنها اخر في قالها هو انها المراه اللي قاعده في زر فجاه تصك واخذت منها وش ويقول قلت لك انه يستخدم طريقه عكسيه يستخدم طريقه عكسيه قال هون اختاروا يعني تستخدم مو سابقه هي خالقه وسائل وخالقه بويشات وخالقه شيء تقدر تدير على عين غير هذا يجب انه ما يبعدنا نمشوا بعيد نعود نعود نلود ولا الوسيله هذا هو اخر شيء احنا ناقشناه هو كاخر شيء لان امنا روسنا امنا بيوتنا وامنا الشارع وامنا العمل وحمينا روسنا من التحرش اللفظي اولا واحد احمى راسه مش لفظي واحمى راسه مش بدني واحمى راسه ايضا من الاغتصاب واحمى بيته كيما قلت انت قبيله تركته عاد من فعل واحمى راسه من التقصيات التقصي معروف ليش شفت براقمه اما روحه يقدر راسه من ذاك الرجال اللي واخذ من الرجال الواخذ من حد لا عنده وتقوم تاخذ من حد لا يقدم حد معاه ما صد عليه من حد لا يقدم حد نقول له كرعيه كافيين هذا كامل عدلتيه غير انت هون توقعتي ان الغدر والله توقعتي الخيانه اشبه وسيله انك تقعدي حامي راسك والله بارد سلاح والله باي مرده يقير هون اخبار اسلم طريقه طبعا في استطلاعات الراي طبعا هم في العالم كامل كله عنده ياسر الوسائل تامر خصوصا عليهم يمشوا دائما في الاوقات اوقات المتر والاجرام احنا ما فانا ذاك ما فقرنا اليوم الاجرام الياسر احنا قاعد الحمد لله هذا اللي نجبر حالات متفرقه غير حالات شده انتباه الناس كامله وخلعت لان تو نعدوا هذه حالات متفرقه
وخرجت من قلنا ان المريض نحن ما نعطي امن روسنا حتى ما نامنات روسنا بما ينبغي هم سذاجه بعض الشيء وهم هم هم شيء من الامور ما يلا نعدلو هم تسيب في عقليه المراه من راسنا ما قادينها ما قادينها هو عاد مجتمع وعاد فيه لجان وعاد فيه ناس كامله وعاد فيه دخلاء وعاد فيه عدل اجرام قيسوا يقير هون هم انجع وسيله بتكره بتكره قط سمعت من الهند بتكره ابتكرت واحدة هندية كثرة الاغتصاب وكثرة التحرش في الهند انها ابتكرت حملات صدر حملات صدر فيهم الصعق الكهربائي من تحت عازلين ومن فوق يركضوا كهرباء مباشرة اللي يمس حد صدر يمس حد الصدر مباشرة يخبطوا كراج وبقاس لا يلا تنشر وتوزع على الناس طبعا في الهند بهم كمحاربة ضدهم يقال انجع وسيلة هي اخبار بخاخ الفلو بخاخ الحروف بخاخ الحروف لا قاعد يستخدم شفت ذاك بسيط بخاخ اولا ما يدوس ولا يقتل ولا يجرح ومولياه ما تقدر تصلح شيء حد جاوب عن الحروف قاعد شفته اذا ما قدرت هي تسيطر عليه بالجانب بالوسائل اللي عندها على الاقل بعد يلاحقوها بالنجدة ده اكيد اكيد ولا حاجه بالنجده هو بصراحه سمعت منه يقدم الصناعه تقليديا حتى لما جبرته متوفر في الصيدليه وسائل وسائل يقبل حد مجموعه من المواد الحاره يعني كان الى يربح كان الى احمر حتى قال انه ينطحن لنعود عصير يقال ينقبض له بوش يعود بخ وزين وعود مضبوط وركز حتى ذاك العصير وبدل من كل 4 أيام به اللي هو مادة طبيعية لا يخمر من كل 3 أيام والله من كل 4 يصقر البوش وتندار فيه عصير طازج من الحرور يعود يقد يوخض من البخاخ ويعود تسته مباشر قطعا حد بخ رجل قاعد ذول معتدين ما مرجل على كل حال مجرمين واحنا ما طبعا شنو رأيكم في المقترح أنا بعد المقترح المقترح أنا عليها تودي الوحدة في أنا أرى أنه مقترح ناجح انا بعد اي الوضعيه اللي فيه شفتي هي جريمه هي شفتي انا ترى انه ناجح اشترى انواد مريم اسمحي لي شفتي هي انا ما ادري وسيله قاعده المراه كانت تدافع عن نفسها نحن نجبر المراه المسلمه كانت تحمل سلاح كانت تدافع عن راسها كانت تدافع عن اخواتها أكيد. عندنا ام سليم أكيد اللي رفضت الخنجر من سولها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له عنها إذا قال من المشرك يلا تعلم فنون القتال كنا نقول قبيل إذا كنا تعود خايفة من ذلك عندها بدائل قالت عندها بدائل أيضا عندها بدائل يقال هم بدائل أخر ينقال بأن أيضا هو طبعا هم اختطفين ما هم مجرمين يقد يعودوا ما هم قبال مدبرين الجريمة طراتلهم التخميم طراتلهم وانا بعد قلت اقلط قلطه مهم التخميم طرات لهم صابر يا قير سابك تطرا لهم ويا عندهم وسائل يقعدوا عود لك اياها اجرام حتى مشينا في المراه قال انت تفضل المراه اللي انحرف بها هم دعوات ايضا الكعب العالي نعم هذه اللي مشينا تعود اللي تعود وحاجه اللي قطوا سجلت حاله من حالات امراه اللي فكر راشد لا لا عطيت قلت لك عند المراه يلا تعود ما تركب مع العال تبع بس يطعود عليها مشين وقليل ومن الحديد فعلا تقلع عن عالتها وهم اللي شفتي قاعد لابسه راسيه قاع ولا نفع لا 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 يلا تعود ماشي متوقع هي ذي الحاله دائما مستعده دائما تعود بخاخ الحرور كعب العالي خارجين كهلات وتصبوا عندهم 60 سنه ولا عندهم كعب عالي يلا تعود قريب منها ذيك نتيجه الامن نتيجه قلت الامن امراه كلمه خليها في دار وحدها ليش وفي بلاد من جوا حدا هذا بدل كنا نطلقين من قبيل احنا هون نطلقين من قبيل ان حمينا هيك الكهله اللي قاعده الدار حمينا هيك الطفله الصغيره اللي في الدار وحمينا بيوتنا وحمينا شوارعنا وحمينا في تقصي غير هون في حاله دفاعك عن راسك في الحالات المفاجئه والله في الحالات الميسويه ايش ليه تعد ريالت يا طوط عندك على الاقل وسيله وكي قلتي تقبل نقطة مهمة جدا تقسم يلا تكفيها من قدام تركب من دورها على الاقل تعود هون ولو كنا المشكلة هون عن خالق شو من العلايات هون الصغارات وكبارات اللامنة ينتبه وحده هو تجي داخله هذا لو معقول لو منطقي سذاجه انت راك معنا تعرفين تعقط شفتي احنا التاكسيات ما نعرفهم هما التاكسيات ما يعرفون التاكسيات ما عندهم شيء مميز انا عندي هذا هو اللي متباركين معنا العدو متباركين مع العدو تقريبا على الاقل من ناحيه النقل يلا يسبقوا الوتات الجهود يلا تعدل يلا توثق حتى ويلا عندهم مناطق ما يتعداوها وكل حد معروف وكل طاقه في العالم منطقه خاصه التاكسيات كل بليده معروفه بتقصيها ولا يحرك حد ما نعرفه فلان فلان وفلان 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 وقت الجريمه قالت تقصي الفلانيه مشات من البلاد لا تخلف فيهم جريمه ينقال لك فلان الفلاني ولا تقصي الفلاني مشى البلاد الفلاني زين اذا طبعا ارشادات مهمه جدا مريم اذا هم اللي ضافوا شوي نقطه نقولها عن ثقه المراه بنفسها ما دام مثلا ذيك تحليها بثقه بالنفس لياك تعود بحاله دفاعها عن نفسها تعود ما تنخلع ولا لا تختبه تعود متوقعه تعود متوقعتها تعود متوقعتها مستعد للدفاع يلا حاله استنفار وتو يجب ان ندخلوها كاملين وتو عارفين ان كاملين عدلوا بحاله استنفار وتو
إذن طبعا هذه سيفير مد يقول المرأة هي ضحية لأنها قد تغتصب وهي محجبة، كده كنا نقول قبيل. يعني طبعا ما قدرت نقرأ جميع المشاركات، ما شاء الله 100 مشاركة جاتني في خلال نص ساعة، جاتني في خلال نص ساعة وما قدرت نقرأها كاملة بي اللي اكتشفت بأنها كاملة الدور حولي كامل. كنا نقول يلا تتحجبي، يلا تقعدي بديتك، يلا تهناي تكردي ايدك وكراعك ولسانك، ويلا تقعدي. وهذا طبعا الدعوة له ما هي منطقية، ما هي منطقية عندي ولا هي مقنعة. يقال هون بعض المشاركات اللي عاتكية جدا، ونصيحة أخيرة. تفضل. النصيحة الأخيرة هي أن مشي ما هي ضروري، ما هي الله تعدل هذا حيث المبدأ. فم أمور فم 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 تكسات هي المشكلة قاع ضرك مساق بما تقدرت طريق التكسي في موريتان لا يتم الجريمة إلا خارج بها اللي هي ما تميزي اليوم بين كذا تقصي والله ما أمر تقصي. يعني نفوت نعدلوا هذه القضية، هو أن نعرفوا تقصيات معروفة مناطقهم وندير لهم أرقام وعود سباغة معروفة، من ثم يلا تبدأ هون تبدأ مسؤولية المرأة عن نفسها. يعني كتب موفرة لك تقصي لا يترك بها منطقة محددة، المنطقة المحددة تقصية معروفة عن هذه سباغة هذا رقم هذا كذا، هون تبدأ حمايتها هي نفسها. حمايتها هو الحذر، هو الحذر مطلوب. ماشي انا نختار نبات على الشارع، انا نختار نبات على الشارع واقف على الشارع بقى الناس تراعي فيها تعيط والبوليس عن نمشي مع ولو تمانية ما امن. زين زين وانتي انا اللي نختار نقول عن هذه المسؤوليه تحملها المجتمع بصراحه عن بين مراحتها، فهمتي؟ لان هو الرجل لا جزء من المجتمع، وما دام ما تغيرت عقليته تغيرت نظرته للمراه لا يتم الا فماتي هذه النار اللي هي الجريمه اللي موجهه للمراه، التحرش ومن اغتصاب ومن كلام ما هو لايق به. والمراه ما تقدر تتم دائما حابسه البيت، هي ظروف ما تعرف سامحين لها انا تعود حابسه البيت، هي تشتغل هي عندها زياره مردود عليك، ما هو معقول مردود عليك طبعا مردود عليك. اذا خلاص واللبس ما عنده شيء زين زين فهمتي. اذا اعتبر بعد انه يا سبب الاعتداء فعلا، وما دام خلاص القول شوي عن ماذا قانون يجرم هاي الظاهرة يجرم أساسا لا يجرم أساسا على التحرش، يجرم أساسا للتحرش، التحرش هو يحتاج القانون صريح وتعود ما اللي فمات يا عقوبة رادعة صارمة صارمة لهذا المجرمين بلا اللي نحن نقبض واحد نعود نرجع معه ونقضوا لين يوقع عليه العقاب وينحبس، من نعود الصبح نجبره في الشارع. طبعا نحن من أنفاسنا كناشطات حقوقيات نقبض ونقضوا مع هذه المرأة وبان لها حقها شبه شاكين عنا قابضين ولا ما ترين من منو اللي هو قد يعتد علينا احنا، فهمتي؟ وقاع يرجع لها يقول لها راني انطلس، بس راني انطلس راني انطلس هو ينطلس انطلس الموجب ينطلس ينطلس يضر يوم وقته يوم وقته. اذا ما يلا تصبح يوم وقته، كي كنا نقول قبل العقوبة تنهار تكون عقوبة ولا تصبح يوم وقته، يعود رادع يعود رادع اياك يعود واضح 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 عبر الغير واضح واضح. اذا طبعا خلاص القول هم حذر وهم اساليب متعدده، يلا ربنا تحذر لهم في البيت وفي الشارع وهم تغيير العقليات، وهم اذا وقعت في المشكله عندها وسائل توفير الخارج الحرور والله الكعب العالي فهم توفير الامن اولا بعد طبعا 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 توفير الامن ان شاء الله اللي هو اللي ان شاء الله يعود انطلاقا من العقليات وانطلاقا من السلطات ما يباخل شيء. طبعا شكر خاص للقانونيه والمحامية الأستاذة السالمة عايشة السالمة مت المصطفى، وشكرا أيضا لناشطة في المجتمع المدني الأستاذة أنمت محمد، شكر خاص لتربانة مت الشيخ الديف في التنسيق وللمخرجة القالية من دحيم. تابعونا مساء الأحد القادم بعد مجلس السابع، أكون في الموعد، إلى اللقاء.